بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا حلوين؟ اخباركم كله تمام؟ خش في الموضوع. غيره برج الحمل، غيره الاطفال او حسد الاطفال وحقد الاطفال. برج الحمل عنده خصله غريبه عجيبه الشكل لما بيكون منتحس او لما بيكون عنده كواكب في العقرب، خاصه قمر العقرب او مريخ العقرب. انا شفت كائنات فضائيه عندهم كواكب في برج الحمل وعندهم مريخ العقرب، والكائنات الفضائية دي بتكون حسودة جدا، حقودة جدا، تكره انها تشوف حد متميز عنها في شيء، او يعني شخص الناس بتعجب بيه وهي لا، الناس بتعمله لايكات وهي لا، الناس بتحبه وهي لا، الناس بتسأل عليه وهي لا. برضو الموضوع ده بيعملهم ازمة نفسية كبيرة جدا، زي غيرة الاطفال لما بيشتري لعبة وهو ما معهوش اللعبة دي، فيروح يقول له طب اديني اللعبة دي العبها شوي، يعني تعالى نلعب مع بعض عادي مفيش مشاكل. لكن احيانا بقى يقول له اديها لي ليا انا لوحده وبس، فيخطفها منه. عنده انانية انه يمسك الدمية او اللعبة يلعبها لنفسه. طفل كده زغنطوط من برج الحمل، لما بيبقى عنده الشمس اقتران زحل، او لو عنده اتصالات نحيسة القمر اقتران زحل، تلاقيه كده طالع اناني من هو صغير، انسان يعني جشع وطماع من هو صغير، ياخد لعب الاطفال او يكسرها او ياخدها منهم ويرميها او ياخدها منهم ويخبيها على اساس هم ما يلعبوش بيها. فتلاقي الولد طلع اسرائيلي من هو صغير، طلع نرجسي من وهو صغير، طلع سيكوباتي من وهو صغير. المخلوقات دي والاشكال دي بتلاقي عندهم كواكب كتيرة جدا في برج الحمل اللي ما ينطق ولا ينحمل، فالغيرة عنده بتكون عالية زيادة عن اللزوم. حتى برضو في موضوع الحب والعلاقات، الغيرة عندهم غيرة قاتلة، مفيش حاجة اسمها حرية واحترام الحرية واحترام الخصوصية زي برج الدلو. برج الدلو ده هو يعني البرج العظيم اللي بيحترم كل الناس ويحترم خصوصياتهم. لا، الحمل ما عندوش الكلام ده، الحمل انسان عنيف مخلوق، بيستخدم ايديه وبيستخدم اسنانه وعضاده، بيعض ويحب يعض ويحب يخربش ويحب يقطع ويحب يمسك السكاكين، يحب يمسك مسدسات، يحب يمسك آلات حرب وولع ونيران وولعات كده. هو عايش في الجو بتاع النيران والحرب والأفلام الأكشن والحاجات دي، زي سبارتا كده، اللي هم الناس الألف جندي اللي كانوا بيحرروا جزيرة ولا بيحرروا دولة ولا بيعملوا أي مشكلة. هو عايش في هذا الجو وفي هذه الأجواء، إنه طفل حقود حسود ياخد الالعاب بتاع الاطفال الصغنططين ويكسرها ويرميها شمال ويمين او يخبيها عنهم، وهكذا في كل حاجه في حياته. في المدرسه يغار منهم، يخبي الكتب، يضرب الكتب، يحرق الكتب، يكسر الكتب، يقطع الكتب، المهم ان هو ما يخليهمش يذاكروا ولا يجيبوا درجات نهائيه. نفس النظام برضو تلاقيه في المتزوجين وبين الأزواج وبين الأحباب، نفس النظام تلاقيه في الناس الجيران اللي قاعدين جنبه. السلوك ده بيعمله في كل شيء، حتى في لو في مدرس عنده في المدرسة عنده سيارة، فيقول له والله يا أستاذ لو سمحت السيارة بتاعتك لونها ايه؟ يقول له والله يا ابني السيارة بتاعتي لونها أحمراني ومرمية ورا المدرسة. يقول له حلو قوي، يروح يفشله الكفر بتاع السيارة، يبنشر الكفر بتاع السيارة، يجيب مسمار يحطه في مش عارف ايه، يخرم له الاطار او العجلة بتاع السيارة علشان يعملوا مشكلة. فالاطفال الاشقياء اليهود الصهاينة اللي زي كده، واللي فيهم الحركات الغريبة دي او فيهم الشقاوة والحركة وفرط الحركة اللي عندهم دي، تعرف على طول ان هم من برج الحمل وفيهم غيرة عجيبة غريبة. لو شاف حد معاه حاجة هو لا يمتلكها إلا وإنه هو يكسرها أو يبوظها. يعني قد يكون الحقد والحسد والغيرة اللي عند برج الحمل تكافئ نفس الغيرة اللي عند برج العقرب. هما البرجين دول فيهم غيرة كده عجيبة الشكل، وضيف معهم الجدي بالمرة، دول ثلاثة أبراج فيهم غيرة مش طبيعية، مش طبيعية، مستحيل تكون غيرة طبيعية. ويظهر بقى في البنات لما تلاقي واحدة من برج الحمل، يعني ويعني بنت كده ايه بنار، ماشية بالبنزين وماشية بالديزل ومولعة نار وبس كده، تعمل مشاكل وتكهرب الجو وتعمل تنشن كده في الجو وتخلي كل الناس تتخانقوا مع بعضها وكل الناس تعمل مشاكل. فاحنا دايما بنقول ان ده اسمه برج الحمل اللي ما ينطق ولا ينحمل، وغالبا هم ناس بلطجية وناس بتوع خناقات وناس بتوع عراك وناس بتوع مشاكل، وعادي كلهم يعمل مشكلة، اتس اوكي عنده جدا. هو عنده طاقة وقدرة انه يتخانق كل يوم، يعمل عراك كل يوم، يعمل مشكلة كل يوم، ويخترع مشكلة لو ما لقاش مشكلة، زي العقرب كده مشكلجي. فالعقارب والحملان بيشتركوا انه المريخ بيحكمهم، لكن العقارب عندهم الحقد والحسد داخليا
وبيعرفوا يعني يخبوه، او احيانا يقوموا بمؤامرات ومكايد من تحت لتحت. اما الحمل فهو الحقد اللي عنده او الحسد اللي عنده او الغل بيكون ظاهريا ويطلع كده في وشك على طول، يعني ما مش محتاج بقى انه يقول لك لا انا ما بغيرش منك، لا ده هو في وشك كده على طول يقول لك انا بغير منك، انا بحسدك، انا بحقد عليك، انا كارهك، انا مش حابب لك الخير، انا كاره لك الرزق كده، إيه على طول يجي لك في وشك ويقول لك الكلام ده. فهو برج خبل من الابراج المخبله، انا ما اعرفش ايش اللي جايبه معانا في الابراج الناريه، لكن هم لا معانا في في المثلثه الناريه وخلاص، وده احنا مستحملينه وقرفه وبنحاول داري عليه احنا طبعا، وبرج القوس لان احنا تلات ابراج نارية مع بعض، لكن البرج ده برج مغضوب عليه جاي معانا كده في السكة وخلاص، وبنحاول على قد ما نقدر نداري عيوبه المنتشرة بين الناس ونداري مشاكله اللي بيعملها بين الناس، وعلى قد ما نقدر بنرقع له ونقول يا جماعة ده برج الحمل ده برج طيب، وبرج الحمل يعني قلبه ابيض وممكن نصالحه بسرعة وممكن يعني نقف جنبه بسرعة، اي كلام بقى، ما خلاص احنا عايزين نرقع له الموضوع، عايزين نشوف له اي كلام كده نقوله، فبناخده على قد عقله ونقول له يا ابن الحلال والله انت راجل محترم راجل طيب، فاهدى كده وعيب اللي انت بتعمله وبطل مشاكل يعني بنحاول نلم الموضوع، لكن برج الحمل اللي ما ينطق ولا ينحمل دائما يعمل مشاكل ودائما يتخانق، وكل يوم لهوة جديدة وكل يوم مصيبة جديدة وكل يوم عركة جديدة وكل يوم غيرة جديدة، ويغار من البت دي ويضرب في الولد ده، ويغار من دي ويضرب في ده، ويشد شعر ده ويتخانق مع ده، قصة وقصة. خده في أي مكان في أي اتجاه في أي قصة في أي سيناريو لازم يعمل خناقة أو عركة، دخلوا في السينما، دخلوا في الانتاج، دخلوا في الفاشونيستا، دخلوا في اي مكان لازم يعمل خناق، في الكيبوب، دخلوا في اي موسيقى في الحياه، اي قصه في اي مكان لازم يعمل خناق. مشكلجي درجه اولى، برج المشكلجيه والبلطجيه، برج الحمل اللي ما ينطق ولا ينحمل. طبعا كل الناس يقول لك لا ده يعني برج طيب وبرج حنون وحمل وديع، والله انت اللي وديع انت اللي وديع، البرج ده مش وديع ولا يعرف حاجه عن الوداعه، ده برج الاكشن، يدور فين الاكشن ويشتغل، هو عايش على الاكشن، بدون اكشن وبدون عراك وبدون خناق ما يعرفش يعيش، عنده فرط حركه. فموضوع الغيره والحسد ده تلاقيه عندهم قوي، هو ما بيسكتش يعني ما يغيرش ويسكت، لازم يحارش فيك، يتنمر عليك، يقلب الناس عليك، ينقص من حجمك، ينقص من اهميتك، يلعب بيلعب. الغيره هي اللي بتحركه، شعور الغيره، واحيانا برضو شعور النقص، ان هو ناقص عن غيره، ان غيره عمل تحقيقات جامده وعمل اهداف كبيره وحقق نجاحات هو لم يحقق شيء، فيرى نفسه انه ناقص دائما، فبيقولوا عليه ان هو برج اناني. بصراحه انا مش عارف هو اناني ولا ايه صنعته، لكن اللي انا اعرف ان هو غيور، يعني موضوع الانانيه في الحمل انا ما شفتهاش، انا ما شفتش ان في حمل اناني، لكن شفت ان هو غيور وحسود، انه لما يلاقي حد عنده حاجه هو ما يمتلكهاش يقوم يشب النار ويولع يولع، وكمان لو انت بتحاول تثير غرائزه او تثير غيرته، انك تمدح حد في وجوده، انك تهتم بحد وتطنشه، انك تسحب عليه، انه يكلمك وما تردش عليه، انك ما تعبروش، انك ما تهتمش بيه، انك ما تدلوش جوه، ما تاخدوش على قد عقله، انك تعارضه تعانده، كل دي كده حاجات تخليه يولع نار، يولع ويكسر الدنيا، هو مش هيولع وبس، ده هيولع ويخرب الدنيا. فالبرج الاهبل ده برج الحمل ناخده على قد عقله ونسلك له ونقول له انت حلو انت طيب انت صح، لكن هو برج اهبل، دماغه اصغر من خرم الابره، يعني ثقب الابره دماغه تفوت في ثقب الابره رايحه جايه رايحه جايه كده من كتر ما دماغه صغيره. معرفش امتى البرج ده يعقل، مفيش امل، امتى البرج ده يكبر كده ويكون زي بقيه خلق الله، مفيش امل، هيفضل صغير ويموت صغير ويعيش صغير ويعيش طفل ويموت طفل ويعيش مراهق ويموت مراهق، هو كده برج المراهقين والمراهقات، كل افعالهم وتصرفاتهم في الحياه قائمه على هذا الاساس، على هذا النحو، على هذا الاتجاه، انه مراهق حقود يحسد احيانا، وطالما ان هو حسد ما ينفعش يشوفك ان انت تفضل مكمل كده، لازم يجي يوقعك ولازم يجي يولع فيك ولازم يجي يكسر فيك، معلش ما هو انت تنجح وهو قاعد ساكت ما ينفعش، فلازم يشوف لك اي قصه من تحت تقطيع الارض، والا وان هو يوقعك، معلش هو ده من الاخر كده. هذا والى لقاء اخر في الحلقه القادمه. اهم حاجه برج الحمل اللي ما ينطوى ولا ينحمل، لو ما عجبكمش الكلام اعملوا ديسلايك للفيديو وبلغوا في القناه ولا يهمكم، شكرا.